وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة صباح اليوم تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في صنع وإنتاج وترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي. وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف 7 مشتبه بهم، من بينهم مواطنان 2 من دولة البيرو ومواطن فرنسي من أصل مغربي، و4 مواطنين مغاربة تم ضبطهم داخل إحدى الضيعات بمنطقة بوشطاط على الشريط الحدودي الشرقي للمملكة. وقد مكنت عمليات التفتيش من حجز 200 كيلوغرام من الكوكايين الخام، فضلا عن ضبط مختبر يضم معدات وتجهيزات حديثة ومتطورة تستخدم في تحضير مخدر الكوكايين المعد للاستهلاك وكذا الأقراص المهلوسة. كما أسفرت هذه العمليات عن حجز أجهزة ومعدات معلوماتية وكذا هواتف محمولة. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع كان لنا اتصال قبل قليل بالسيد كمال ثعلبة، وهو رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة. بالفعل تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة من إطار واحد العملية نوعية وعملية استباقية ضد شبكات ترويج المخدرات القوية، تمكنت من إيقاف وتفكيك شبكة متخصصة في هذا النوع من المخدرات، وتمكنت كذلك من إيقاف 7 مشتبهين بضلوعهم في إطار هذه الشبكة. وقد تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية من تفكيك هذه الشبكة بناء على معلومات دقيقة وفرتها لها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أن أعضاء هذه الشبكة كانوا موضوع أبحاث وتحريات معمقة وطويلة قبل أن تتمكن مصالح الشرطة بمدينة وجدة من إيقافهم. الأشخاص 7، 5 منهم ينحدرون من المغرب، فيما هناك شخصين ينحدران من دولة البيرو وهما متخصصان في هذا النوع من المخدرات، حيث كانت مهمتهم الأساسية هي تحضير مادة الكوكايين الخام وجعلها صالحة للاستهلاك.